أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد لنستعرض مع بعضنا الحالة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم لبرنامج سنابل الخير. فالحالات تزداد سوءا يوما بعد آخر، وخاصة الحالات التي يتم عرضها لكم في برنامج سنابل الخير. خلونا نشوف تفاصيل القصة الثانية، ابقوا معنا. لا يشعر بمعاناة مرض الأطفال سوى الأب والأم، ولا يشعر بمعاناة العاجز كمن يعجز عن علاج فلذة كبده، كما هو حال والد الطفل أمين الذي باع كل ما يملكه من أجل علاج ابنه أمين الذي يبلغ من العمر عاماً وثلاثة أشهر. أمين الذي يعيش مع أسرته في منطقة التربة بمحافظة تعز يعاني من تشوه خلقي وانسداد في فتحة الشرج. أمين الذي يشكي بمعاناة مرض الكروستومي حقه واللمعة مسدودة المستقيم، ويشكي من حالة المسارك البولية في بوكيس والخصيتين من داخل، وعملنا له جهازات وعملنا له ذا، قالوا هذا يحتاج إلى سفر إلى الخارج، والتخصص حقه يحتاج إلى الهند، وقلت له كم بيكلف، قال ما نقدرش أعمل لك التكاليف كم لأنه للخارج، إذا كان هنا قلنا لك في تخصص هنا، قالوا في بصنعاء، بس صنعاء يعني نضمن ما نضمنش، هذا لا بيد الله ما نقدر، ما هوش تخصص زي الهند، هذا يحتاج إلى سفر إلى الخارج، إلى خارج البلاد للهند. الطفل يعاني من تشوه كولوستومي، بعض الأحيان يعني تورم، تلتهب على وتورم، تطلع رائحة كريهة طلع رائحة كريهة، ويعني والحفاظات تواصل وحين الرجل يجي يعني مرض معه ما يقدرش يخرج، يرجع يعني حين السلاف أحيان ومعه دراجة نارية. اكتشفنا له هذا المرض بعد ثلاثة أيام من بعد خلق، فبعد ذلك اكتشفنا هذا المرض، وهو أمراض في المجاري البولية والتبرز، فأعرضنا إلى عدة مستشفيات في تعز وطلبنا أن يخرجوا لنا التقارير، فقالوا عملية التبرز والمجاري البولية في جنب المعدة، فهذا قال بعد سنة يمكن رحيله إلى الخارج، الشيء رحيله إلى الخارج. لثلاث أيام اكتشفنا أنه يعني ما يتبردش، وبو يعني المجاري البولية مكيس، ها قالوا خلاص راودونا تعز وقزعنا عن جميع الدكاترة، قالوا ذا عملوا له العملية، وبعدها بعد ما عملوا له العملية قالوا بعد سنة يعني ردونا، أتينا نرد له تعز قالوا لنا خلاص هذا ودونا الخارج خطير، والأب ما يحملش، والأب على ما شفتون إذا هو يرحم الله لا شغل ولا حاجة ما يقدرش يشقي، وهو معه الموتور هذا. منذ ولادته ووالده يبحث عن علاج له، كون انسداد فتحة الشرج يسبب له متاعبا كثيرة، حتى قرر الأطباء له إجراء عملية استكشافية للبطن، ومن بعدها عملية جراحية لعمل فتحة برازية بجدار البطن. الانسداد الذي يعاني منه الطفل مؤلم جدا لا يتحمله الكبار، فما بالنا بالصغار، خصوصا وأن الطفل أمين يعاني من تشوه خلقي في الجهاز البولي والتناسلي. عنده تكيس، يعني عملوا له جهاز هلو داخل الجهاز، معه كيس مكيس غشاء الابن. بعد إجراء العملية وقد باع الأب كل ما يملك لإنقاذ حياة طفله الصغير، عاود الانسداد من جديد للطفل أمين وأزدادت حالته سوءا أكثر من السابق، في ظل عجز عن علاجه ودفع تكاليف عملية ثانية. الحالة مستعجلة، وخوف من فقدان الأب لطفله مؤلم جداً.
عملنا له فتحه هنا بالشرق حقه من البيض البرز حقه. هذا اكتشفناه قدام بعد 3 أيام بعد ما خلق. الان عمره مروح سنه الطفل. الان يحتاج عمليه. العمليه ما اناش قادر اعمل له عمليه، يحتاج لمساعده اصحاب الخير يعني. انا يعني شغلي دراجه ناريه، يلا قلت يومي مصاريف هنا ومعي ثنقوهال الطفل هذا، ومعي الطفل عمره 2 سنين بنت. العملية حقه خطير، أما حق الشرق حق البرز هذا قالوا سهل هنا شعملون هنا، بس قالوا قو يعني مع حقك يحتقوا للهند قو كامل. هنا باليمن ما قالوا مستحيل، فيه في صنعاء بس حظ يا نصيب. سبحان الله، لما يبو لذا الكيس يملع وفي يبو خزقة من تحت يمشي بو يعني كذا شوي شوية، وحين لما يبكي بكثرة ينكع على ويقس يؤلمه، ما يشتيش الحفاظة ما يشتيش أي حاجة، يقس يبكي واصل منه يعني يشكي، وحين لما يبكي ينكع على يعني يقس يؤلمه يورم. دحين سبحان الله الحمد لله، حين بحين يعني لما يخرج دحين نحتاج إلى عملية، نحتاج إلى عملية بالخارج يعني، ودينه ثاني مرة تعز من نفعل له ذي العملية، قالوا مش قادرين، وقالوا ما فيش هنا يعني ما قفعلوش نفس هذا العملية هنا، يوجد بصنعاء بس مضمون ومش مضمون يعني، مش يعني يعني قو مضمون بالهند يعني، قالوا صدروا بنحنا للهند أخصائي أطفال، وإن شاء الله. والآن هو يحتاج إلى عملية مش قادر، نحتاج إلى يعني مساعدة أهل الخير. حاولوا يسعفوا لعدة مستشفيات يعرضوا للأطباء، فطلبوا منه الأطباء بالسفر إلى الخارج. والأخ نايف علي محمد عبد الله دخله محدود على الدراجة النارية، متحمل أسرة يشقي على أبوه، وأبو تعبان حالته تعبان، عنده انسداد بالقلب، ويصرف على أمه وعلى أخوانه يعني. فلهذا نرجو من عيال الخير أن يتعاونوا معه. الفقر والمرض في هذه الأسرة محزن جدا، فوالد أمين يعمل على دراجة نارية يحاول من خلالها توفير لقمة العيش له ولأفراد أسرته. الدخل محدود جدا، وما يأتيهم يذهب لإصلاح أعطال الدراجة النارية التي كثيرا ما تقف عاجزة عن الحركة بعد عجز صاحبها عن إصلاحها. الأسرة حقنا أسرة ضعيفة، ما نقدر نجي التكاليف التي نضعها إلى الخارج، فلهذا نرجو من أصحاب الخير والمنظمات والأصحاب الإنسانية أن يشوفوا هذا الولد الخلقي الطفل البريء، عنده إنسانية وعنده ضمير، لأننا نحن لا نقدر ندفع هذا المبالغ. اشتي عملية بالخارج، كلهم قالوا لنا زعم بالهند، نحن ما نستطيع بالهند، لا معانا لا أموال ولا ذهب ولا أرض ولا معانا شيء، معانا لله. رقم تلفوني هو 7079543. الحياة تعاون وتكاتف، وما يأتينا من خير هو من عند الله مهما اختلفت أسبابه، وسنابل الخير تزرع وتحصد نتائجها في نهاية كل قصة بنجاح اهتمام الجميع بالقصص التي نعرضها. أمين ما زال في عامه الأول، لكن والده سيروي له ذات يوم أنكم ساهمتم في إنقاذ حياته.